الكره الطوليه، ولكن الدفاع جيد بلمسه موجوده من رقم خمسه اللاعب الاسباني خوسيتي مدافع فريق قادش في هذه المباراه. فريق طبعا قادش جديده بيلعب في هذا الموسم، موجود في دوري على الدرجه الثالثه. استلام جيد بتقطوره تصويب وهدف جوه جول جوه جول. الهدف الاول، الضربه الاولى تصويبه جميله جدا، الاستلام روعه وتصويبه جميله بقدم النجم الروسي اللاعب تشيرشيف. ضربه اولى مشاهدينا، هدف اول متابعينا في الدقيقه الثالثه من عمر المباراه. الملك الكبير المارينجي يضرب من حديد لانه فريق كالعاده حديد في عديد. ادي الاستلام وادي السنده الرائعه من اللاعب رودريغيز والعرضيه الساحره والاستلام. الله على الاستلام، الاستلام روعه، الاستلام هو كل الجمال بقدم النجم الروسي اللاعب تشيرشيف عشان يسجل مشاهدينا هدف اول في المباراه. الملكي واحد سجله جيبوا ورقه وقلم، سجله النهارده هيكون في مهرجان اهداف بالنسبه لريال مدريد. القادم باذن الله مباراته في مدريد امام ختافي، وبعديها هيلعب مع فيا ريال في المدريجال امام الكره الطوليه عليها خطيره. استلام ممتاز بيلعب اسكو عدى والهدف الثاني جوه الجول جوه الجول جوه الجول. الهدف الثاني عملوها الثاني وسجلوا الهدف الثاني. الملك المرجي الله على الباصه الله على الباصه والله على الاستلام. الاستلام غير عادي، الاستلام روعه من لعيب كبير غير عادي. هذه الباصه السحريه من البرازيلي النجم كازاميرو، واستلام غير عادي بلمسه سحريه بلمسه رائعه من النجم الاسباني اسكو، ويحط الهدف يسجل الهدف. الهدف الثاني عملوها تاني، لعبوا نجوم ريال مدريد ويتقدم مشاهدينا بهدف تاني في الدقيقة مشاهدينا 66 من عمر اللقاء. اتنين لا شيء لبطولة كأس ملك اسبانيا وخروج الكبير العريق ريال مدريد من الدور الأول في صدمة كبيرة رهيبة أكيد. استلام من خمسة دقيقة محاولة كرة طويلة حلوة وتقطور اسكو اللمسة والبهارة والهدف والتصويب والهدف جوه الجول جوه الجول جوه الجول. الهدف الثالث الهدف الثالث هو نجم اللقاء، هو النجم الموهوب، هو النجم الفنان، هو الخطير، هو اللاعب الدهية. بص البصة حلوة ازاي والتحرك غير عادي من لعيب غير عادي، وبص المهارة يا جماعة واللمة غير عادية وتصويبة جميلة بقدم النجم اسكو عشان يسجل مشاهدينا هدف ثالث في لقاءات اليوم وهدف تاني ليه في هذه المباراة. ثلاثة لا شيء هدف ثالث في الدقيقة 74 من عمر اللقاء. ثلاثة ريال مدريد، هدف ثلاثة مشاهدينا بأقدام اثنين لاعبين، هدفين بقدم النجم الأسباني اسكو وهدف بقدم النجم الروسي وهو اللاعب تشيرشيف في هذه المباراة. تغيير أخير في اللقاء النهاردة، لمسة عدت في مين تصل لفريق طبعا قادش. الهجمة انطلاقة من اللاعب سالفيا بمية لمركز بتاخد خطوره، هوب العرضيه والراسيه متابعه، هوب تصويب والهدف. الهدف الاول الهدف الاول تصويبه جميله وهدف جميل في متابعه رائعه بكل تاكيد، هدف ممتاز بقدم اللاعب الكيكي رقم 14 يحط هدف جميل، تصويبه جميله جدا في متابعه رائعه وهدف اول لاصحاب البيت والدار في لقاءات اليوم بقدم اللاعب الكيكي مع لحظات اخيره متبقيه من نهايه المباراه. هدف في الدقيقه 88 من عمل اللقاء 3-1 هدف تقليص الفارق او هدف طبعا شرفي، هدف شرفي بالنسبه لفريق قادش في المباراه. 1-3 1 فريق قادش.